السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكريم، السلام عليكم أيها التلاميذ الأعزاء ذو الجذوع المشتركة للتعليم الثانوي والتأهيلي. معكم يوسف دلال عبر شاشة جي كومينيك تي في سور يوتيوب. تتمنى للجميع النجاح والتوفيق في هذه السنة الدراسية الحالية. احنا مقبلين على نهاية الدورة الأولى، تتمنى للجميع التوفيق والنجاح. الوغ اليوم ان شاء الله نطرقوا تتمه ديال الدرس السابق، نتعلق حول المعادلات والمترجحات والنظمات كتذكير بما سبق تطرقنا في الفيديو الاول. معادلات من الدرجه الاولى بمجهول واحد وكذلك مترجحات من الدرجه الاولى بمجهول واحد، تطرقنا الى بعض التعريف وبعض الامثله للتوضيح وكذلك بعض الأنشطة المقترحة من طرف الكتاب في رحاب الرياضيات بخصوص معادلات تؤول في حل هذه المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، معادلات من نوع x زائد b x زائد t وكذلك معادلات بارامترية، ولا ننسى معادلات من نوع x زائد b على x زائد t وكذلك في الأخير معادلات تحتوي على القيمة المطلقة. يمكنكم الرجوع إلى الفيديوهات السابقة متعلقة بدرس المعادلات والمترجحات والندمات. هذه الفيديوهات سوف تبقى في القناة لكي يستفيد منها الجميع بخصوص التلاميذ ذو الجذوع المشتركة. إذا اليوم سوف نتطرق إلى درس مهم جدا، هو تتمة كما تلاحظوا تتمة إشارة الحد الثاني، تتمة ديال الدرس معرف أساسي إشارة الحد الثانية x زائد b وكذلك إعطاء بعض الأمثلة للتوضيح والفهم، ولا ننسى كذلك بعض الأنشطة المتعلقة بهذا الشطر الأساسي في الدرس المعادلات والمترجحات والندمات إشارة الحد الثانية x زائد b. إذن نبدأ الدرس. إذن نبدأ الدرس المعارف الأساسية إشارة الحد الثانية x زائد b، إشارة الحد الثانية x زائد b. إذن نبدأ الدرس المعارف الأساسية إشارة الحد الثانية x زائد b. إذن اليوم سوف نتطرق إلى هذه الدراسة الخاصة بفصل المعادلات، فصل خامس مختص بالمعادلات والمترجحات والندمات إشارة الحد الثاني x زائد b. إذن الهدف من الدرس هو التعرف على إشارة الحد الثاني x b. إذا نبدأ ليكن أ و ب عددين حقيقيين بحيث أ يخالف صفر، أي أ عدد غير منعدم، ليكن أ و ب عددين حقيقيين بحيث أ يخالف صفر. ما معنى أ يخالف صفر؟ معنى أ منعدم غير منعدم لندرس إشارة x زائد b، أي الحدين x زائد b لدينا هناك حدين x و b. إذن x زائد b يساوي، لاحظوا جيدا، x زائد b يساوي a x زائد b على a. لماذا؟ لأننا إذا قمنا بنشر a x زائد b على a سوف نحصل على a x زائد b، a x هنا و a مع a سوف يكون هناك اختزال. إذن x زائد b يساوي a x عامل ديال x زائد b على a، وبين قوس بين مزدوجتين لأن أ يخالف صفر. إذا انتبهوا هذا العدد أ هذا يخالف صفر، انتبهوا جيدا. ومنه
c'est-à-dire min had l'alaqa التالية a x زائد b يساوي a عامل x زائد b على a ومنه a x زائد b يساوي الصفر يكافئ x يساوي ناقص b على a. إذن a x زائد b يساوي الصفر إذن x يساوي ناقص b على a ناقص b على a x يساوي إذن x زائد b على a يساوي الصفر. لاحظوا جيدا بين مزدوجتين x زائد b على a يساوي الصفر يعني ماذا؟ يعني أن x يساوي ناقص b على a. هل فهمتم جيدا؟ هل فهمتم جيدا؟ سوف أعيد. لاحظوا جيدا هذه العلاقة التالية x زائد b على a يساوي الصفر يعني أن x يساوي ناقص b على a لأن a يخالف الصفر. إذن ومنه فإن x زائد b على a أكبر قطعا من الصفر يكافئ x. انتبهوا جيدا x إذن x زائد b على a أكبر قطعا من الصفر يكافئ x أكبر من ناقص b على a يكافئ x ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص b على a زائد اللانهاية زائد اللانهاية مفتوح من جهتين. سوف نقوم بتفسير هذا عبر فيديو لكي تتضح الأمور بشكل جيد. إذن نقوم الآن بتفصيل هذا الدرس هذا النشاط المعارف الأساسية. لدينا إشارة حدانية x زائد b a x زائد b تسمى الحدانية. سوف ندرس الآن إشارة الحدانية x زائد b. ليكن a و b عددين حقيقيين بحيث a يخالف صفر ندرس إشارة x زائد b لندرس إشارة الحدانية x زائد b. لدينا x زائد b يساوي a عامل ل x زائد b على a. لاحظوا جيدا a x زائد b على a a في x وفي a في b على a يكون هناك اختزال تساوي a x زائد b لأن a تخالف صفر ومنه a x زائد b تساوي صفر يكافئ x تساوي ناقص b على a. لماذا؟ لأن x يخالف صفر إذن x زائد b على a يساوي صفر. إذن x زائد b على a يساوي صفر يعني أن x تساوي ناقص على b على a لأن a تخالف صفر. ومنه هناك حالتين. الحالة الأولى إذا كانت x زائد b على a هذا العدد هذا x زائد b على a أكبر قطعا من الصفر. والحالة الثانية إذا كانت x زائد b على a أصغر قطعا من الصفر. انتبهوا جيدا ننتبه جيدا لهذه الحالتين البارزتين أمامكم. لن سوف أكبرها شيئا ما كي تتضح رائع. إذن x إذن a وهنا لاحظوا a يخالف صفر فالتالي x زائد b يساوي صفر x زائد b على a يساوي صفر. إذن في حالة ما كانت x زائد b على a يساوي صفر يكافئ ماذا؟ لكاز ax زائد b يساوي صفر يعني ماذا؟ معنى أن هاد x زائد b على a تساوي صفر. هذا يعني أن x تساوي ناقص b على a لأن a تخالف صفر. فهمتم؟ إذن هناك حالتين. الحالة الأولى إذا كانت لدينا x زائد b على a أكبر من صفر أكبر قطعا من صفر. في الحالة الثانية لدينا x زائد b على a أصغر قطعا من الصفر. لاحظوا جيدا هذا العدد هذا x زائد b على a يتحكم في هذا المتراجحتين. إذا كان الحالة الأولى موجبة قطعا الحالة الثانية سالبة قطعا. إذا كان هذا العدد هذا موجب قطعا أي x زائد b على a أكبر قطعا من الصفر يعني أن x أكبر قطعا من ناقص b على a. هل فهمتم؟ يكافئ أو يساوي x ينتمي ناقص b على a
زائد ما لا نهاية زائد اللا نهاية، المجال مفتوح من جهتين. لماذا؟ لأن درسنا سابقا x أص أكبر قطعا من ناقص بلا أ، ناقص بلا أ لأن المجال يسمى مجال مفتوح من جهة ناقص بلا أ، ومجال مفتوح من جهة زائد اللا نهاية. و x زائد بلا أ أصغر قطعا من الصفر، هذا يعني أن x أصغر قطعا من ناقص بلا أ، يكافئ الشكل التالي: x ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ناقص لا نهاية ناقص بلا أ لا مفتوح من جهتين. إذن هناك حالتان أساسيتان في هذه المسألة تتحكم فيهم هذه العلاقة x زائد بلا أ، لأن قلنا سابقا أ تخالف الصفر. إذا في حالة ما كان عندنا أ x زائد ب تساوي الصفر، هذا يعني أن أ تخالف الصفر، بما أن أ تخالف الصفر إذن 100% تكون أ x زائد ب تساوي الصفر، 100% تكون هاد x زائد بلا أ تساوي الصفر، أي يعني أن x تساوي ناقص بلا أ. في هذه الحالة هناك حالتين في هاد x زائد بلا أ، يا إما تكون موجبة قطعا، إذا كانت موجبة قطعا x يكون موجب قطعا من ناقص بلا أ، هذا يعني أن المجال x ينتمي إلى المجال ناقص بلا أ زائد اللا نهاية زائد لا نهاية، تكون مفتوح من جهتين. وإذا كان هذا العدد هذا اللي تشوفونه x زائد بلا أ اللي كان أصغر قطعا من الصفر، يعني أن x أصغر قطعا من ناقص بلا أ، يكافئ x ينتمي إلى المجال لا نهاية ناقص ما نهاية ناقص لا نهاية ناقص بلا أ مفتوح من جهتين. إذن نتميم: جداء عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب، كتذكير جداء عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب، وجداء عددين مختلف الإشارة هو عدد سالب، كتذكير فقط. إذن حسب الإشارة العدد أ، سوف نقوم بهذا، سوف نذكركم بهذه العلاقة لاحقا. لاحظوا إذن حسب إشارة العدد أ، حسب إشارة العدد أ، قلنا سابقا أن أ تخالف الصفر. إذن حسب إشارة العدد أ لدينا جدولان آتيين، كاين جدول أ الأول أ يكون فيه أكبر من الصفر، والجدول الثاني يكون أ أصغر من الصفر، أصغر قطعا من الصفر، وليس يساوي لأن أ يخالف الصفر. إذا في حالة ما إذا كان عندنا أ هذه هاد أ هذه هاد أ، في حالة ما إذا كان عندنا هاد أ أكبر قطعا من الصفر، يعني أن تبعوا يعني أن هذا الجدول يكون على الشكل التالي: إذن x إذا حسب إشارة العدد أ لدينا جدول الآتي، يعني الجدول الأول هو x ناقص لا نهاية ناقص بلا أ زائد لا نهاية، يكون معرف بيسير في ناقص بلا أ. إذن أ x زائد ب هنا قبل هذه يكون عكس الإشارة ديال أ، معنى ناقص في المجال ناقص ما لا نهاية ناقص بلا أ، إذن ناقص لا نهاية ناقص بلا أ يكون سالبا، وناقص بلا أ زائد اللا نهاية يكون موجبا حسب الإشارة ديال أ. إذا كانت إشارة أ موجبة، يعني أنها قبل ناقص ما لا نهاية ناقص بلا أ تكون عكس إشارة أ، وناقص بلا أ زائد ما لا نهاية تكون العكس نفس الإشارة ديال أ. إذا كان أ سالبا، نفلول إذا قلنا إذا كان أ موجبا، إذا كان أ موجبا تلاحظوا عندنا ناقص زائد، أي عكس إشارة أ هنا نفس إشارة أ، لأن أصلا أ موجب. إذا كان أ سالبا، إذا كان أ سالبا لأن نفس الجدول ناقص لا نهاية ناقص بلا أ زائد لا نهاية زائد لا نهاية. إذن هذه المسألة إذا كانت عندنا أ سالبة قطعا يكون العكس، هنا تتكون العكس إشارة أ أي الموجبة، ونفس إشارة أ أي سالبة. إذن هذا الجدول التالي يلخص هذين الجدولين السابقين، يلخص الجدولين في الجدول التالي. انتبهوا، هذه معنى دراسة الحدانية أ زائد ب، هذا هو ملخص دراسة الحدانية دراسة الحداني أ زائد ب، بخصوص تحديد إشارة الحدانية أ زائد ب بما العدد اللي تتعلق به هو أ. إذا كان أ موجب يكون هنا
اللي كان أ موجب تتكون هنا عكس إشارة ديال أ معنى سالبة، وهنا تتكون نفس إشارة ديال أ أي موجب. إذا كان أ سالبا هنا تكون عكس الإشارة ديال أ أي موجبة، وهنا نفس الإشارة ديال أ أي سالبة. والجدول يلخص كل شيء. إذن هنا ناقص اللانهائي ناقص ب الذي يكون دائما عكس الإشارة ديال أ، إما تكون موجبة أو سالبة. إذا كانت موجبة فأنا نضع هنا سالب، إذا كانت سالبة نضع هنا موجب، وكذلك ناقص ب على أ زائد ما لا إشارة أ. إذا كانت سالبة نضع الإشارة السالبة، وإذا كانت موجبة نضع الإشارة الموجبة. هناك مثال بسيط جدا حول هذه القاعدة. لنحدد إشارة 2x زائد 1، 2x زائد 1 هذه تسمى الحدانية. سوف ندرس إشارة الحدانية 2x زائد أ. 2 هو أ، لاحظوا أx زائد ب، لاحظوا هو ب هو 1 مثلا. لدينا 2x زائد 1 يساوي 0، لدينا 2 يخالف 0، إذا يكافي x يساوي ناقص 1 على 2، لاحظوا ناقص ب على أ، لاحظوا ناقص ب على أ، x يساوي ناقص 1 على 2، وبما أن أ يساوي 2 أو يخالف 0 وأ عدد موجب يسير، فإن جدول إشارة 2x زائد 1 يكشف عن التالي. إذن هنا لاحظوا جيدا، لاحظوا الفرق، لاحظوا التشبيه. إذن إكس إكس أx زائد 2 إذن 2x زائد 1 ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، أو في الوسط ناقص بـ 2 إذن ناقص 1 على 2. إذن هنا نضع عكس إشارة أ، لدينا 2 يخالف 0، إذن 2 موجبة. إذن في الحالة العكس ديال إشارة الموجبة هو السالب، وكذلك هنا نفس الإشارة ديال أ. عليكم غير تطبقوا هذا الجدول هذا لكي يتضح الأمر، فهمتم؟ إذن مثال ثاني لنحدد إشارة السالبة، ناقص إكس زائد 2. لاحظوا جيدا، ناقص إكس ناقص 1 ناقص 1 يساوي أ، و 2 يساوي ب. ناقص x زائد 2 يساوي 0، أي x يساوي 2، وبما أن أ يساوي ناقص 1، لاحظوا أ يساوي ناقص 1، إذن أ سالبة، فإن جدول الإشارة ناقص x زائد 2 هو كالتالي. لاحظوا جيدا، x ناقص اللانهاية 2 زائد اللانهاية، أنا ناقص x زائد 2 هنا عكس الإشارة ديال أ. لاحظوا جيدا، ما هي إشارة العدد x؟ سالبة، نضع هنا عكس الإشارة ديال السالبة أي الموجبة، وهنا نضع نفس الإشارة ديال أ أي السالبة. بهذا درسنا الآن مثالين حول تحديد ما يسمى بإشارة الحدانية x زائد b. إذن كتذكير، لا يكون أ بعددين حقيقيين بحيث أ يخالف صفر. لاحظوا جيدا، الشرط الواحد الشرط الأول أن أ خاصة تكون تخالف الصفر لندرس إشارة أكس زائد ب. إذن لكي ندرس إشارة أكس زائد ب لدينا علاقات. إذن أكس زائد ب يساوي ماذا؟ يساوي أ أكس زائد ب. هل فهمتم ما هذه هي العلاقة؟ لنقوم بنشرها. أكس ألقى أكس، و أ في ب على أ هي ب، لأن أ مع أ تختزل زينان، تمشي بعض يازم هنا تمشي بعض يازم تبقى غير ب. إذن أكس زائد ب، إذن أ قلنا في الأول أنها تخالف الصفر. إذن لكاس أكس زائد ب تساوي الصفر، هذا يعني أن أ تخالف الصفر. إذن أكس إكس زائد ب على أ هي اللي تساوي الصفر. إذن لكاس لكاس أكس زائد ب تساوي الصفر، يعني إكس تساوي ناقص ب على جوج، ناقص ب على أ، ناقص ب على أ لأن أ تخالف الصفر. في الحالة لدينا حالتين كيف ما شرحنا في الأمثلة. الحالة الأولى إذا كانت إكس زائد ب على أ موجبة، فهذا يعني أن يكافي إكس ينتمي إلى ناقص ب على أ، أو إكس ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص ب على أ زائد اللانهاية. وكذلك إذا كانت إكس زائد ب سالبة، فإن إكس يكون كذلك أصغر قطعة من ناقص ب على أ، فالحالة إكس ينتمي إلى ناقص ب على 2. إذن هناك حالتين كيف ما شفنا. إذن إكس هناك مجالين، مجال الأول ناقص ما لا نهاية ناقص ب على أ، والمجال الثاني ناقص ب على أ زائد لا نهاية. إذن حسب إشارة العدد أ، حسب العدد، إذن الهدف هنا هو أن نتعرف على الإشارة ليس العدد.
فالإشارة هل هي أشارة موجبة أو إشارة سلبية؟ إذا كانت فعلا إشارة موجبة نضع هنا ناقص، لاحظوا جيدا ناقص أي عكس الإشارة ديال أ، وهنا نضع نفس الإشارة ديال أ لأنها موجبة. إذا كانت أ سالبة في هذه الحالة في هذا المجال ناقص ما لا ناقص ب نضع عكس الإشارة ديال أ أي الموجبة، وناقص ب على أ زائد اللانهاية نضع هنا السالبة. وهذا المثال وهذا الجدول راه كما شفناه في الأول راه يلخص عكس إشارة أ هنا إشارة أ. إذا كانت موجبة نضع هنا سالب ونضع هنا الموجب، إذا كانت أ سالبة نضع هنا الموجب ونضع هنا السالب لأن السالب هو إشارة أ. وتطرقنا لهذا المثال الأول كما لاحظتوا المثال يبين أن أ موجبة، إذن أ خاصة تكون هنا عكس الإشارة ديال أ أي سالب، وهنا الموجب من زائد. هنا في هذا المثال هذا خدينا أ سالبة، إذن العكس ديال الإشارة ديال أ السالب هو الموجب. لاحظتوا جيدا لاحظتوا الفرق بيناتهم. إذن علاش؟ لأن عندنا إكس هنا عندنا أ هنا عندنا اثنان تخالف صفر، إذن موجب. هنا عندنا ناقص واحد تخالف صفر كذلك ولكن سالب. إذا الأ هنا ياخذ عكس الإشارة ديالها وهنا نفس الإشارة. هذا الشيء كامل حول إشارة الحداني أكس زائد بي. إذا بعد قليل سوف نتطرق إلى توضيح بعض الأمثلة وكذلك مشاهدة فيديوهات لأفهم الدرس.
إذن هناك عدة أنشطة لأفهم الدرس جيدا باستخدام فيديوهات لتوضيح توظيف إشارة الحدانية AX زائد B وعنوان هذه الأنشطة. أعطي جدول إشارة التعابير التالية. لدينا هناك ثلاثة تعابير: 1 ناقص X جدا 2 X زائد 3، ثم 5 X ناقص 2 على 1 زائد 3 X إشارة حدانية جديدة، ثم مربع X زائد 1 جدا X زائد 2 جدا ناقص X زائد 3. إذن هناك طريقة في جدول تعطى إشارة كل عامل على شكل A زائد B، ثم تستنتج إشارة الجداء أو الخارج مع ترتيب تزايد القيم التي ينعدم فيها كل عامل. في جدول تعطى إشارة كل عامل على شكل A زائد B، ثم تستنتج إشارة الجداء أو الخارج مع ترتيب تزايد القيم التي ينعدم فيها كل عامل. X زائد مربع هي موجبة على L لأنها مربع وتنعدم في ناقص 1. إذا كانت تفصيل الطريقة، لدينا في جدول تعطى إشارة كل عامل على شكل A زائد B، ثم تستنتج إشارة الجداء أو الخارج مع ترتيب تزايدي للقيم التي ينعدم فيها كل عامل. إذن ترتيب تزايدي للقيم التي ينعدم فيها كل عامل، مثال ناقص 3 على 2 1. إذن في جدول كما هذا الجدول تعطى إشارة كل عامل، ثم العامل 1 ناقص X 2 X زائد 3، تعطى إشارة كل عامل على شكل A زائد B بحال 1 ناقص X أو 2 X زائد 3، ثم تستنتج إشارة الجداء، إشارة الجداء لاحظوا جيدا، ثم تستنتج إشارة الجداء أو الخارج مع ترتيب تزايدي للقيم ناقص 3 2 1، ثم تسمى القيم التي ينعدم فيها كل عامل، هذه ينعدم فيها كل عامل، إذا لاحظوا جيدا. إذن X زائد 1 مربع هي موجبة على R لأنها مربع وتنعدم في ناقص 1. إذن لدينا الفيديوهات، سوف نقوم بعرضها لإجراء هذه الجداول: توظيف إشارة X زائد B في 1 ناقص X 2 X زائد 3، ثم 5 X ناقص 2 على 1 زائد 3 X، ثم X زائد 1 مربع عامل X زائد 2 عامل ناقص X زائد 3.
قمنا بمشاهدة الفيديوهات ولكم توضيح آخر إضافي. جدول إشارة Px تساوي 1 ناقص x عامل 2 x زائد 3، 1 ناقص x تساوي 0 يكافئ x تساوي 1، لاحظوا جيدا، و 2 x زائد 3 تساوي 0 يكافئ x تساوي ناقص 3 على 2. إذن هناك ما يسمى بالقيم، القيم تسمى القيم ديال العدد x، إذن x تساوي 1 و x تساوي ناقص 3 على 2، ناقص 3 على 2. واحد ناقص x هنا نتبع الإشارة التالية عكس إشارة A، إذن هنا عندنا إشارة سالبة، إذن زائد زائد، هنا نفس الإشارة ديال A أي سالبة ناقص 2 x زائد 3 لدينا زائد زائد أي موجب موجب هنا على حسب إشارة A، وهنا سالب عكس إشارة A زائد في ناقص يساوي ناقص، زائد في زائد يساوي زائد، ناقص في زائد يساوي ناقص. إذن ندرس الآن جدول إشارة 5x ناقص 2 1 زائد 3x. التعبير qx معرف إذا وفقط إذا كان x يخالف ناقص 1 زائد 3، لاحظوا 1 زائد 3x التعبير هذا، pardon سوف أكبر، قم بتكبير إذن التعبير هذا 5x ناقص 2 على 1 زائد 3x، إذن لتحديد إشارة الثانية الطريقة التالية، إذن kx معرف إذا فقط إذا كان x يخالف ناقص على 1 على 3، إذن ضروري، إذن 5x ناقص 2 يساوي 0 يكافئ x يساوي 2 على 5، و 1 زائد 3x يساوي 0 يكافئ x يساوي ناقص 1 على 3، ولكن أتونسيون غير معرفة في ناقص 1 على 3، خاص تكون أصلا مخالفة ناقص 1 على 3، لذلك يجب وضع هذين الإشارتين، يعني غير معرفة، دكوغ. إذن 5x ناقص 2، إذن العامل الأول 5x ناقص 2، إذن هنا x موجبة، لاحظوا هنا 5 موجب، تنتبهوا على حسب القيمة ديال A، إذن هنا 5 موجب، إذن نضع هنا زائد ناقص ناقص العكس ديال إشارة A، هنا 1 زائد 3 x موجب، إذا ما بين ناقص 1 زائد 3 مجال ناقص 1 3 زائد لا نهاية موجب، لأنها نفس الإشارة ديال A أي 3، هنا سالبة، هنا لاحظوا جيدا لدينا موجب سالب سالب تعطي موجب، سالب موجب تعطي سالب، وموجب موجب تعطي موجب، ولكن غير معرفة في ناقص 1 على 3. التعبير كيو اكس معرف إذا وفقط إذا كان اكس يخالف ناقص 1 على 3، إذن إشارة اكس يخالف ناقص 1 على 3 يجب وضع هذه الإشارة، راه وضحتها لكم في الفيديو لدينا التعبير الأخير Rx يساوي x زائد 1 مربع x زائد 2 في عملية ناقص x زائد 3، إذن x زائد مربع x زائد 1 مربع دائما يكون موجب في جميع القيم، إذن أي قيمة كيف ما كانت تكون x زائد 1 مربع موجب. في الحالة الثانية x زائد 2، عندنا x زائد 2 يساوي 0 يكافئ x يساوي ناقص 2، هاي ناقص 2، لاحظوا جيدا. إذا كيف ما شفنا x إشارة A هو ناقص، يعني أصلا عندنا ناقص 1، عندنا 1 الموجب، إذا هنا نوضع الإشارة الموجبة، هنا الإشارة العكس ديال A أي إشارة سالبة، وهنا هنا ناقص x زائد 3، لاحظوا جيدا لدينا ناقص a سالب، هذه الحدانية، هذه الحدانية ناقص x زائد 3 لدينا a سالب، في الحالة يكون ياخذ نفس إشارة a في الثلاثة في المجال 3 زائد اللانهاية، أما البقية
المجالات يكون عكس إشارة A أي موجب. زائد ناقص في زائد ناقص زائد 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 ناقص ناقص. إذن يكون هذا الشكل الترتيب التالي، ترتيب تزايدي من ناقص اللانهاية حتى زائد اللانهاية. لقد درسنا جيدا إشارة الحدانية I زائد B بإعطاء عدة أمثلة، وكذلك توظيف إشارة الحدانية I زائد B في عدة أمثلة، وتعرف على الطريقة السليمة لذلك. إذن في الحصة القادمة إن شاء الله، دائما في إطار الدرس القيم الجيد المعادلات والمترجحات والنظمات للأقسام جذوع المشتركة للتعليم الثانوي وتأهيل جذوع العلوم وجذوع التكنولوجيا، هناك فرع مهم جدا في الدرس هو المعادلات من الدرجة الثانية، ليس من الدرجة الأولى ولكن من الدرجة الثانية، سوف نقوم بتفسيره لكم أيها التلاميذ الأعزاء. معادلات من الدرجة الثانية بمجهول واحد مع بعض الأنشطة، وكذلك هناك فرعين، معادلة من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد، حل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد. يعني هناك فرعين سوف نتعرف على المعادلات من الدرجة الثانية بمجهول واحد، وكذلك الشكل القانوني، الشكل القانوني لثلاثية الحدود x زائد كاري زائد bx زائد c، وحل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد. كيف ذلك؟ كل هذه هو مجموع، وكذلك ننسى مجموع وجداء حلين معادلة من الدرجة الثانية. إذن في الحصة القادمة هناك معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد، حل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد، وكذلك مجموع وجداء حلين معادلة من الدرجة الثانية. إذن إلى اللقاء إن شاء الله، دائما أبقوا أوفياء لقناتكم والقناة المفضلة جوكم إنكتيفي الخاصة بالتعلمات، وكذلك فهم الدروس الرياضيات وعدة مواد أخرى. إذن إلى اللقاء، كان معكم يوسف دلال من خلال قناة جوكم إنكتيفي على اليوتيوب.